بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن طه حسن مدير قطاع ناشئين بنادي المنيا. طبعا بتمنى اليوم بإذن الله فوز المنتخب على موزمبيق. النتيجة المتوقعة بإذن الله المنتخب يكسب 2-0، وطبعا أهل المنتخب بتاعنا احنا واثقين فيه، واثقين في امكانياته وقدراته، واثقين في المدرب على مستوى عالي جدا جدا. فباذن الله باذن الله يكون المكسب لينا، وتوقعاتنا للفرق كمان ان احنا هنصعد المجموعه الثانيه، نخش في الدور ال 16 وبعد كده نخش دور الثمانيه وممكن نخش الدور الاربعه. احنا فرقه كبيره ومعانا لعيبه على مستوى عالي جدا، كلهم محترفين بره، 3-5-6 لعيبه محترفين، امكانياتهم وقدراتهم عاليه جدا. باذن الله باذن الله المنتخب يبقى يلعب على النهائيه، وباذن الله يحقق البطوله ونفوز بالبطوله. دي توقعات بالنسبه للفريق المنتخب. الناس اللي بتبقى بتقعد تقول لك لا ومش لا والمنتخب مش كويس، لا المنتخب كويس، في امكانيات كويسه وفي روح عاليه جدا، بدليل الروح العاليه اللي شوف المنظر اللي شفناه امبارح، هم شايلين العارضه بتاع عارضه الهدف كلهم مع بعض بصلاح بكله. ده يدل على ان الفرقه كلها بتلعب بقلب واحد وبنفس واحد، وباذن الله هنحقق الفوز. شكرا. ماشي ان شاء الله ربنا يكرم المنتخب النهارده ان شاء الله ويكسب 2-0، ويكون عنده حسن ظن كل المصريين ان شاء الله، ونفرح مصر كلها ان شاء الله باذن الله. اتوقع انه يكمل في البطوله لغايه فين ان شاء الله؟ باذن الله باذن الله ربنا، اهم حاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، هيكمل وياخد البطوله ان شاء الله باذن الله، عشمانين في ربنا باذن الله يعني. شكرا شكرا. توقعاتك الماتش المنتخب النهارده ان شاء الله، والمنتخب ممكن يكمل في البطوله دي لغايه فين ان شاء الله؟ النهارده نكسب ان شاء الله 2-0، وانا متوقع ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ان شاء الله نوصل للنهائي وناخد البطوله ان شاء الله. ده حلم اي حد يعني ان شاء الله بيحب المنتخب يعني ان شاء الله. شايف منتخب مستوى المنتخب المده اللي فاتت تؤهله لده ان شاء الله؟ هي البطوله صعبه، فيها منتخبات كتيره كويسه، لكن احنا نامل ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله منتخبنا يعمل حاجه كويسه وياخد البطوله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا حبيبي. منتخب بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله المنتخب يكسب 2 وهيكمل يعني لغايه دور الاربعه باذن الله ان شاء الله. مستوى المنتخب قبل البطوله هو كويس كويس، طول ما اللعيبه رجاله في الملعب ان شاء الله ربنا هيكرمهم وهيكسبوا باذن الله تعالى. ان شاء الله المنتخب النهارده يؤدي اداء كويس، كل ان شاء الله التوفيق ان شاء الله للمنتخب بخط محمد صلاح. ان شاء الله المنتخب في عناصر كويسه ان شاء الله، ممكن تاهلنا للنهائيات ان شاء الله، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله المنتخب باذن الله. ماتش النهارده هيخلص كام؟ ان شاء الله المنتخب ان شاء الله هيكسب 1-0 ان شاء الله. شايف اداء المنتخب المده اللي فاتت يأهله للصعود النهائي؟ الحمد لله المنتخب دلوقتي في استقرار كويس في العناصر الفنيه والعناصر الموجوده دلوقتي، تقدر ان شاء الله انها تكسبنا ان شاء الله الماتش النهارده باذن الله. شكرا ان شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ان شاء الله المنتخب فرقه محترمه، ان شاء الله نكسب النهارده، ان شاء الله نوصل لادوار الادوار الاقصائيه، وان شاء الله يعني نرجع بالبطوله. منتخب كويس، ومعانا محمد صلاح افضل لاعب في العالم، وان شاء الله النهارده يكون حليفنا التوفيق ان شاء الله ونكسب. متوقع نكسب كام باذن الله؟ ان شاء الله نكسب 3-1 ان شاء الله، محمد صلاح وتريزيجو ومصطفى محمد ان شاء الله باذن الله. توقعاتك لماتش المنتخب النهارده مع موزمبيق في اولى لقاءات البطوله الافريقيه؟ ان شاء الله باذن الله المنتخب يقدر يعمل حاجه في البطوله، احنا فرقه كويسه وان شاء الله باذن الله نوصل للنهائي باذن الله. شايف اداء المنتخب قبل البطوله كان عامل ازاي، وايه اللي يأهله ان شاء الله يصعد للنهائي؟ ان شاء الله عندنا لعيبه كويسه في المنتخب، محمد صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا مصطفى محمد، عندنا زيزو، عندنا عدد كبير من اللعيبه يعني كويسه يقدروا ان هم يحققوا حاجه في البطوله ان شاء الله الجايه باذن الله. عفوا. طبعا ان شاء الله انا اتوقع ان فوز المنتخب المصري النهارده بهدف على موزمبيق كبدايه. مصر دايما معودانا في الدورات المجمعه بيكون الافضليه في المباريات القادمه، يعني بنادي مثلا في المباراه الاولى بيكون المستوى مش على قدر المراد وتحقيقه، ولكن في المباريات المتتابعه والمتتاليه كل ما بنروح بنزيد في البطوله، وانا اتوقع وصول مصر للادوار النهائيه، وقد ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله، ونتمنى تحقيق البطوله.